السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول إعدادي، بإذن الله متابعين ومكملين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة، كتاب جيم، كتاب بايبيت، كتاب المعاصر. الفيديوهات موجودة على القناة. بإذن الله ناخد مع بعض دلوقتي اكسرسايزز، تدريبات اون فوكابلاري على المفردات من الوحدة الرابعة، الدرسين الأول والثاني من كتاب بايبيت للعام الدراسي الجديد 2024، بداية من صفحة 160. أول سؤال معايا هنا بيقول كومبليت، أكمل ذا فولوينج ديالوج، الحوار التالي. أول سطر معايا ده بيعرفني الحوار بيدور ما بين مين ومين وإيه موضوع الحوار. بيقول لي عمر is talking to، talking to يعني يتحدث إلى، عمر يتحدث إلى his granddad، إلى جده، بيتكلم مع جده on the phone، في الإيه، في الهاتف أو على الهاتف. عمر هنا بيقول هاي جرانداد، اهلا يا جدي، اتس عمر، انه عمر. وات ار يو دوينج، ماذا تفعل، بيسال جده هنا ويقول له انت بتعمل ايه، ماذا تفعل. جرانداد الجد هنا قال له اي ام بلاينج تشيس اونلاين، انا بلعب ايه، انا بلعب شطرنج اونلاين يعني عبر الانترنت، انا بلعب شطرنج عبر الانترنت. هنا عمر بيسال سؤال، هنا الجد قال له يس، نعم، ذا تابلت از ايزي تو يوز، يعني التابلت ده بيكون سهل الايه، سهل الاستخدام. طبعا هيقول له هل التابلت سهل الاستخدام، يبقى في الاجابه ذا تابلت از، يبقى السؤال از ذا تابلت ايزي تو يوز، يبقى از الاول وبعدين الفعل، يبقى از يعني هل ذا تابلت، هل التابلت، هل ذا تابلت، هل التابلت ايزي to use، سهل ان انت تستخدمه او سهل الايه الاستخدام، easy to use سهل الايه، سهل الاستخدام. طبعا هيقول له ايوه هو سهل الاستخدام. وهنا بقى بيساله سؤال، عمر قال له I am sending an email، انا sending يعني يرسل، ايميل بريد الكتروني، انا ارسل رساله بريد ايه، بريد الكتروني. يبقى هنا الجد بيقول له انت بتعمل ايه، ماذا تفعل، what are you doing، what are you doing، ماذا تفعل، قال له أنا ببعت رسالة بريد إلكتروني. هنا الجد بيقول له who are you sending the email، يعني من أو إلى من بتبعته لمين، البريد الإلكتروني ده بتبعته لمين. عمر رد لسه ما عرفناش، الجد بيقول له where does your friend live، يعني أين يعيش صديقك، صديقك ده بيعيش فين. يبقى عمر بيبعت لمين، اللي بيبعت لصديقه. يبقى هنا are you هتتحول لاي، اي اي واي بتاخد ام هتبقى اي ام، يبقى يو بتتحول الى اي واي بتاخد ام، بختصرها في اي ام، بعدها الفيرب اي ان جي يبقى اي ام سيندينج، اي ام سيندينج يعني انا ارسل ان ايميل، انا ارسل رساله بريد الكتروني تو، الى مين بقى، الى صديقي، الى ماي فريند، الى ايه، الى صديقي، to my friend. هنا بيقول له صديقك بيعيش فين، عمر رد عليه وقال له I am sending you a photo of him now، انا هبعت لك صورة ليه دلوقتي. طبعا ممكن يقول مثلا بيعيش في اي مكان، مثلا بيعيش في الاقصر، يبقى he live، هو يعيش in Luxor، he هو، طبعا هو مفرد بنحط للفعل بتاع اس، يبقى lives، he lives يعيش، وبعد كده ان والمكان اللي هو عايش فيه، يبقى ان ايه، ان لوكسور، هو يعيش في الاقصر. هنا جرانداد الجد قال له اه يس، نعم، وهو بيقول له طبعا انا هبعت لك صوره، طبعا هيقول له الصوره جميله، that's a nice photo، that's a nice فوتو، ديت صورة ايه، جميلة، that's a nice photo، دي صورة جميلة. يلا بقى نشوف الجزء الخاص بالاختيارات، والسؤال رقم 2 choose، اختر، the correct answer، الاجابة الصحيحة. رقم 1 في الاختيارات بيقول زياد has got، has got يعني عنده، a new mp3 نقط، عايز يقول له عنده مشغل ملفات صوتية جديد، a new mp3 ايه، teacher مدرس، listener مستمع، player، player هنا بمعنى لاعب، لكن مع mp3 player معناها مشغل ملفات صوتية، هنا play بمعنى برضو يشغل، player مشغل، يبقى كده بمعنى مشغل، مشغل ملفات صوتية، a new mp3 player، ولا هنا printer اللي هي الايه، الطبعة، طبعا عنده مشغل ملفات صوتية جديد. رقم 2 ادم is sending، ادم يرسل، ادم يرسل ايه، messages، رسائل ايه، بيرسل رسائل ايه،
to his grandfather now، لجده، بيبعت رسائل ايه لجده دلوقتي now. يبقى عندي هنا تست اختبار. تكس يعني نص او نصية، سيلفي يعني صورة ايه، صورة شخصية، بيبعت صورة شخصية، والايكون اللي هي الايقونة. طيب عايزين كده نشوف ادم is sending، ادم يرسل تكس messages، رسائل نصية to his grandfather لجده ناو الان. يبقى رسائل نصية اسمها ايه؟ تكس messages، رسائل نصية. رقم 3 بيقول هنا there are، يعني يوجد 3 لابتوب، 3 لابتوب نقط in the classroom، in عايز يقول لي هنا في the classroom، في الفصل في 3 لابتوب ايه؟ players اللي هم لاعبين، videos اللي هي فيديوهات، computers اللي هو الكمبيوتر او اجهزة الكمبيوترات، ولا phones اللي هي الهواتف. طبعا موجود عندي ايه؟ 3 لابتوب computers، 3 كمبيوتر، ثلاثة من الكمبيوتر الايه؟ المحمول in the class، في الفصل، يبقى لابتوب كمبيوتر. رقم 4 زياد has got، عنده نقط فون، عنده هاتف ايه؟ موبيل فون اللي هو الهاتف المحمول، ولا ماوس اللي هي الفأرة او الفأر، ايكون عنده ايقونة، شير عنده كرسي. طبعا زياد has got a موبيل فون، عنده هاتف ايه؟ هاتف محمول. رقم 5 فارس is not his computer studies homework، بيعمل واجب الايه؟ واجب دراسات الكمبيوتر الخاص بيه، دراسات مادة الكمبيوتر الخاص بيه. تمام، يقوم بعمل واجب لمادة دراسية making ولا helping ولا taking ولا doing؟ طبعا doing. يقوم ب his computer studies homework، طالما عندي كلمة homework يعمل واجب المنزلي بتاخد do، طالما عندي هنا زمن المضارع المستمر الفعل مفرد ومعاه is فجيبها لي doing، يبقى يقوم بعمل واجب منزلي لأي مادة دراسية اسمها doing homework، لأي مادة دراسية. رقم 6 the whiteboard، whiteboard اللي هي السبورة الايه؟ السبورة البيضاء. is بتكون ايه؟ the teacher's desk، من مكتب الايه؟ بتكون ايه؟ من مكتب المدرس. between بين، بتكون عايزة مكانين وبينهم and، inside يعني بداخل، هتكون بداخل المكتب، ولا with يعني بي او مع حرف جر، ولا behind خلف. السبورة البيضاء هتكون خلف المكتب بتاع المدرس، يبقى كده قاعد والسبورة وراه، يبقى خلف او وراء behind. رقم 7 نقط at the website، the website اللي هو الموقع الايه؟ الموقع الالكتروني. تمام، and find information، واوجد الايه؟ واوجد المعلومات. تمام، هيبقى هيقول له اعمل ايه في الموقع الالكتروني واوجد المعلومات؟ look at يعني ينظر الى او يفحص، tab يعني ينقر او حنفية، charge يعني يشحن، يوز يستخدم. طبعا هيقول له اعمل ايه في الموقع الالكتروني؟ افحصه كده او انظر للموقع الالكتروني ده، and find information، واوجد المعلومات. رقم 8 there is، يوجد اماوس، يوجد ايه؟ فاره. نقط 2 the laptop، جنب اللابتوب، on the teacher's desk، جنب المكتب بتاع المدرس. there يعني هناك او يوجد، next معاها 2 بتكون بمعنى بجوار، between بين عايزه مكانين، far يعني بعيد، يبقى هنختار ايه؟ next to بجوار، يبقى there is a mouse، يوجد فأره، next to the laptop، جنب اللابتوب. رقم 9 نقط the icon، icon اللي هي الايقونه، الصوره الصغيره كده اللي بتكون على الشاشه، بنفتحها بنعمل كليك عليها او ننقر عليها، نعمل تاب عليها عشان خاطر ايه؟ نفتحها. on your mobile phone، على الهاتف المحمول بتاعك، هتعمل ايه في الايقونه؟ طيب يعني نوع، كل يعني يتصل، تاب يعني ينقر، ينقر كده على الأيقونة، طي اللي هي الايه؟ اللي هي رابطة العنق أو الكرافتة. يبقى عندي هنا هيعمل ايه على الأيقونة؟ على المحمول هيعمل تاب، هينقر. رقم 10 بيقول لي هنا سهى is making a video، عايزين نقول سهى تجري مكالمة فيديو. يجري مكالمة فيديو يعني ايه؟ سيل يعني خلية، فوتو صورة، كل يتصل او مكالمة، كل يتصل او مكالمة، لاين خط او صف او طابور. يبقى سهى is making a video call، بتجري مكالمة ايه؟ مكالمة فيديو. رقم 11 I need a، انا احتاج ايه؟ to charge my mobile phone، عشان اشحن الهاتف بتاعي. هشحن تليفوني بايه؟ بالتابلت ولا اللابتوب ولا الماوس اللي هو الفأرة، ولا هشحن الهاتف بتاعي بتشارجر الشاحن؟ طبعا هشحنه بالشاحن، تشارجر.
بعد كده صفحة 161 you can use، انت تقدر ان انت تستخدم ايه، to click، to click click يعني ينقر، on different icons، different icons اللي هي الايقونات الايه، الايقونات المختلفة، تقدر كده تعمل كليك او تنقر على الايقونات المختلفة on the computer على الكمبيوتر. يبقى عندي هنا بتستخدم ايه عشان تعمل كليك على الكمبيوتر، تستخدم الفأرة اللي هو ماوس، الفأرة ولا برينتر، تستخدم الطابعة ولا واتش ساعة يد ولا كلوك اللي هي ساعة ايه، ساعة حائط. طب عشان اعمل كليك على ايكونز، الايقونات اللي هي ديفرنت مختلفة on the computer على الكمبيوتر، يبقى انا هستخدم ماوس الفأرة. رقم 3 you can، انت تستطيع a new icon، ايقونة new يعني جديدة، on the tablet، تقدر تعمل ايه في ايقونة جديدة على التابلت، ايقونة جديدة محتاجين ان احنا نعمل فيها ايه، فلاي يطير او يطير، برنت هيطبع، هتطبع ايقونة جديدة ولا تشارج يشحن ايقونة جديدة ولا ديزاين يصمم. طبعا تقدر ان انت تصمم ايقونة جديدة على التابلت بتاعك. رقم 14 بيقول لي هنا أبلوك اللي هي المدونة، عايزين بقى تعرفها إيه، إيه قرآن نقط دايري، بتكون مفكرة إيه، بيبر مفكرة كده ورق، ولا أونلاين، أونلاين مفكرة عبر الإنترنت، ولا كليك يعني ينقر، ولا برينت يعني يطبع. طبعا دي بتكون مفكرة عبر الإنترنت، يبقى أبلوك المدونة إز آن أونلاين دايري، بتكون آن أونلاين دايري مفكرة عبر الإنترنت. رقم 15 بيقول لي هنا a note is a photo you take of yourself، عايز يقول لي هنا ديت عبارة عن ايه، عن صورة you take of yourself يعني بيلتقطها لنفسك، بتلتقطها كده لنفسك، الصورة اللي بتلتقطها لنفسك دي اسمها ايه، صورة ايه، دور يعني باب، برينتر اللي هي الطابعة، سيلفي يعني صورة شخصية بتستخدم كده الكاميرا بتاعت التليفون وتلتقطها لنفسك، ولا كاسل اللي هي القلعة، يبقى ايه، يبقى سيلفي الصورة الشخصية، اذا فوتو دي بتكون صورة يو تيك انت بتلتقطها اوف يور سيلف لنفسك. رقم 16 او تيتشر، المدرس بتاعنا رايتس يعني بيكتب، كليرلي بيكتب بوضوح، بيكتب بوضوح on the classroom ايه، على ايه للفصل، هيكتب بوضوح على ايه للفصل، وايت بورد هيكتب على السبورة البيضاء بوضوح في الفصل، ولا برينتر هيكتب على الطبع، الطبع بيكتب عليها، ولا MP3 player اللي هو المشغل بتاع الملفات الصوتية، مشغل بيشغل قرآن وبيشغل موسيقى واغاني، ولا تشارجر اللي هو الشاحن، يبقى هيكتب على ايه بوضوح، هيكتب على وايت بورد السبورة البيضاء. رقم 17 on the icon، عايز يقول لي اعمل ايه على الايقونة، to show عشان ان انت تعرض the picture، عشان تعرض الايه، الصورة on the screen على الشاشة، نعمل ايه كده على الايقونة عشان نعرض الصورة على الشاشة، عايزين بقى نفتحها، فهنفتحها هنعمل ايه بقى، look يعني ينظر، look يعني حاجز او عمارة، تيك يعني يأخذ، ولا كليك ينقر، بتنقر كده على الأيقونة عشان تفتحها وتوضح الصورة وتخليها تظهر على ذا سكرين الشاشة، يبقى كليك on the icon، اعمل كليك كده على الأيقونة عشان تفتحها وتعرض ذا بكتشر الصورة on the screen على الشاشة. رقم 18 I usually put my shoes، أنا عادة أضع my shoes، عادة بضع الحذاء بتاع نقط my desk، في إيه بقى من الديسك بتاعي، next عايزة مع حرف الجر تو عشان تكون بمعنى بجوار، نكس لوحدها بمعنى القادم، هير يعني هنا، أندر يعني تحت، بتوين يعني بين، عايزة مكانين، يبقى بضع الحذاء بتاعي فين، أندر ماي ديسك، تحت الايه الديسك بتاعي. رقم 19 النقط is easier to use، بيكون أسهل في الاستخدام، أنكره وكمان سهل ان انت تحمله كده او انت تشيله، ذانا لابتوب عن اللابتوب اللي هو الكمبيوتر الايه، الكمبيوتر المحمول، يا ترى ايه اللي سهل تشيله وسهل ان انت تستخدمه عن اللابتوب، تيبل اللي هي الترابيزة، وايت بورد السبورة البيضاء، سهل ان انت تشيلها وسهل تستخدمها، ولا تاب ينكر او حنفية، ولا تابلت اللي هو التابلت اللي هو كمان اللي هو الكمبيوتر اللوحي، طبعا التابلت اللي هو التابلت بيكون easier to use، اسهل في الاستخدام ان كاري، وكمان ان انت تشيله ذانا لابتوب عن الكمبيوتر المحمول.